رح ننتقل نستقبل ضيفنا مهرجان بيروت، مهرجان عفوا الباترون السينمائي المتوسطي للافلام، عم بيقدم دوره جديده بقى بالدوره هي السادسه بمدينه من اجمل المدن الساحليه بلبنان من 1 ل 4 سبتمبر. نستقبل معنا سيد فياض رئيس لجنه مهرجانات الباترون الدوليه عبر سكايب لنتحدث اكثر عن فعاليات المهرجان. صباح النور. صباح النور. يعطيكم العافية. بدأت مهرجانات الباترون يلي عم بتقدم مجموعة عديدة ومختلفة من النشاطات ورح تكون آخرها هو مهرجان الأفلام. خبرنا شوي كيف رح تكون هذه الدورة هذه السنة. نحن هيدي محطة كثير مهمة وأساسية بمهرجانات الباترون. يعني من نحن مثل كل سنة، هيدي السنة السادسة، نحب نضوي على مشاريع مختلفة بالمهرجان، والباترون ميديترانيان فيلم فاستيفال محطة أساسية ورئيسية بمدينة الباترون. هالمهرجان اللي بينعرض فيه أفلام قصيرة من كل دول البحر المتوسط عمدة 4 أيام، ببلش خميس أول أيلول بيخلص بأربع أيلول. على الافتتاح اول يوم بيكون في لقاء اذا بدك اكثر كل المخرجين وممثلي السينما بلبنان بحضور مخرجين اجانب بيجوا خصيصا على لبنان بهيدي الاسبوع بهيدي الجمعه من معظم الدول المتوسطيه. فيلم ميكرز بيجوا بيقعدوا بالباترون بيعملوا بيعيشوا بالمدينه وبيشاركوا معنا بحضور الافلام اللي هي بتكون عم تنعرض. خلقنا سينما بالهواء طلع، سينما سكرت بطرابلس سنة 1965، اشترينا لها الكراسة تبعها وظبطناهم، وهن اللي بينحطوا بحارة القلعة اللي هي بتضم حاليا بيوت المغتربين. يعني الكونتكست رائع، كونتكست كثير حلو مطرح ما بتنعرض هيدي الأفلام مع سيت اب روعة. يعني اللي بيجي لتحت بيشوف عن جد المستوى العالي اللي عم يتنظم مع طابع المدينه الخاص. نعم، وفي فريق عمل بحب اوجه له تحيه اللي هو اكيد لجنه مهرجانات الباترون اللي نحن اذا بدك نحن وي ار بابل، نحن نقدم هالشيء ك يعني مساعدين ل فريق بينظموا هالمهرجان اللي هو نيكولا خباز، دكتور نيكولا خباز مع فريق عمله اللي هن بينظموا هالمهرجان السينمائي اللي اكيد نحن بنطمح انه يصير مهرجان عالمي ورح يصير باذن الله. يعني نحن متاكدين، خاصه مثل ما اليوم قدرنا وصلنا بالباترون اللي من سنين عم ينشغل فيها، قدرنا وصلنا فيها لهالمدينة انها تكون من اهم المدن بلبنان ومن اهم المدن السياحية اذا بدك بالعالم. يعني اليوم ما في حدا بينزل بالطيارة من لبنان جاي على لبنان، وجهته الاساسية والاولى هي الباترون. بقى نحن بدنا نكون كمان جاهزين ونكون حاضرين، ولجنة مهرجانات الباترون على مدى الصيفية بكاملها حتى بتعمل مشاريع خلال فصل الشتاء تمشان نكون جاهزين تنستقبل كل الناس ونطال كل الأذواق اللي السايح بحب يستمتع فيها. سيد، عم نشوف الأفلام يلي رح تشارك في هذه الدورة من في عدد كتير من البلدان، شو هن البلدان المشاركة لهذا العام؟ نعم مزبوط، نحن كل معظم الدول هن دول متوسطية، وأكيد رح يكون في أفلام من لبنان كمان، أفلام قصيرة. حتى باليوم اليوم الاخير رح ينعرض الفيلم اللي اخرجه جورج باربري ونزل بصالات السينما، رح ينعرض باليوم الاخير، بالاضافه الى الافلام القصيره اللي رح تنعرض على مدى 3 ايام، ورح يصير في انتخاب لافضل فيلم وطني، افضل فيلم اجنبي، وفيلم الجمهور بينتخبه. لجنه الحكم الفه من 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 مخرج مصري، مخرج يوناني، والممثلة اللبنانية الباترونية سينتيا خليفة. تحرصوا انه سنويا يكون في عضو بلجنة التحكيم من الباترون يلي هو بيكون من المجال. شو التحديات يلي واجهتوها؟ بنعرف انه
وقف المهرجان لسنة واحدة، لكن من بعدها رغم كل الظروف بلبنان مستمر. شو هي التحديات يلي أكثر عم بتواجهوها سنويا؟ أول شيء وقف سنة بسبب كورونا، بس احنا السنة الماضية رجعنا عملنا الفيلم فاستيفال بالرغم من كل الظروف اللي كنا عم نمرق فيها والصعوبات اللي كنا عم نعانيها، اللي اكيد هي مشكله التمويل، بس بالبترون في اراده كثير كبيره وبلجنه مهرجانات البترون في اراده كثير صلبه انه نحن بالرغم من كل الظروف انه نحن تحديناها ونجحنا انه نعمل مهرجان السنه الماضيه وهيدي السنه. عم نحول اذا بدك الالم الى امل، بقى عطول نحن مقدمين والحمد لله، وفي ناس محبين حوالينا بحبوا هالمدينة بحبوا لبنان، مشان هيك اليوم اللي عم بيصير بالبترون هو نتيجة تعاون وتعاضد وإذا بدك محبة كبيرة من أهل البترون للبترون وللناس اللي بتجي على البترون بيستقبلهم أحلى استقبال. وما بيهمنا شو ما كانت الظروف صعبة، نحن رح نضل نعمل مهرجانات، بل بالعكس سنة الجاي رح تكون أقوى وسنة اللي بعدها أقوى وأقوى، ومهرجانات البترون رح تكون صيتا زائع بكل دول العالم إذا الله راد إن شاء الله. سؤال أخير قبل ما يدهمنا الوقت، شو هي النشاطات المرافقة للمهرجان؟ هلأ نحن كنا بلشنا من 9 تموز، يعني 9 تموز واليوم مثل ما قلت لك هيدي المحطة الأخيرة. هلا في بأول يوم بصير في مثل لقاء، كنت عم أقول إنه بأول يوم الخميس بعد الافتتاح تبع بعد افتتاح الفيلم فيستيفال بصير في مثل جاذرينج مثل لقاء بين بيحضروا مجموعة كبيرة من المخرجين والممثلين السينما اللي بيجوا بيحضروا الأفلام وبيشاركوا بمحل كتير مميز بمدينة البترون على مرفق السيادين. بقى هيدا الإيفنت يعني إذا بدك نحن بهمنا من خلاله ننقل الصورة الحلوة من خلالها أشخاص اللي بيحضروا ننقل هالصورة الحلوة عن المهرجان. رح نخلص بأربعة أيلول أكيد، بس البترون بدي أقول لك إياه إنه مدينة البترون هي بحد ذاتها كل يوم مهرجان، بقى كلكم مدعوين انكم تجوا على المدينة، كل اخوتنا العرب اكيد. بنشكر العرب تي في اول مرة بتجوا عن جد، يعني هالسنة حسينا فيكم بحضوركم معنا، ثانك يو سو ماتش عن جد. شكرا لك سيد شكرا لك سيد فياض رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية. أكيد نحن كمان بندعي كل مشاهدينا أنه الموجودين ببيروت يقدروا يشاهدوا هيدا المهرجان يلي موجود داخل مدينة سياحية.